مرحبا جميعا، جاسر مصطفى نو مور، وخلينا نبلش. اليوم هو الجزء الثاني من أسئلة وأجوبة اللي أجت على فيديوهات العمل في دولة قطر، وخلينا نكمل وندخل في الموضوع مباشرة وما نطول أكثر من هيك. نرجع للسكرين شوتس تبعونا، نروح على السؤال التالي. بارك الله فيك، نتمنى شو ما تجيك أفكار عن العمل وقوانين العمل ونقل الكفالات من شركة لشركة للشخص الموجود داخل دولة قطر، وشو المشاكل اللي بواجهوها الناس وشو الحلول، والله يجزاك الخير. أول شيء شكرا على الكومنت. تاني شغلة، المواضيع هاي إن شاء الله راح أضل أحكي فيها، وفي فيديوهات دائما تنزل عن المحاسن ومساوئ الوجود في مكان معين. المرة الماضية كانت محاسن وتحديات الوجود في دولة قطر، أو المرات الماضية، فياريت لو نحضر الفيديوهات اللي كانت قبل ونتابع الفيديوهات اللي جاي. اعمل لايك شير، اعمل سبسكرايب للشانل، واعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل لحتى دائما توصلك نوتيفيكيشنز بهذا الموضوع. اللي بعده، أخي الكريم، أنا خريج أدب إنجليزي من سوريا، بقدر أطلع أشتغل في قطر، شو بقدر أشتغل وشو بتنصحني أكرمك الله؟ بالنسبة للتخصص، تقدر تشتغل أستاذ، معلم، إذا لغتك الإنجليزية منيحة تقدر تشتغل مترجم، تقدر تشتغل فريلانس، تشتغل بشركات. لكن الفكرة في الموضوع، أنا دائما اللي بزعل عليه لما تكون الأسئلة فيها الجنسية. مرات جنسيات معينة بيكون في صعوبة بالحصول على فيز لأي دولة في العالم، منهم دولة قطر. هلأ فالسوري ستيل اي ثينك انه في صعوبة في الحصول على فيزا في دولة قطر. الله يفرجها على الجميع وان شاء الله تفتح في وجه الجميع. اللي بعده، سلام، انا من الجزائر، لسنت علوم سياسية، زوجي عسكري متقاعد، ممكن تساعدنا في ايجاد شغل في دولة، او في ايجاد عفوا شغل في دولة قطر؟ فكرة في الموضوع، انا ما بقدر اساعد حدا للحصول او يعطيه المهنة. انا دائما بحكي لك ايش تسوي عشان تقدر تحصل على المهنة، وما مين تتواصل وكيف توصل للمكان اللي انت بدك اياه. لكن انا اعطي مهنة صراحة، انا ما عندي هاي الابيليتي. يعني انا يا ريت لو انا في ايدي هيك كمشة وظائف وزعها على الكل، بس انا ما عندي هاي الابيليتي. انا بعت مجوهرات ابحث عن عمل في قطر، وانا اختكم من الجزائر، الجزائريين والتونسيين والمغربيين موجودين بكثرة في دولة قطر. I think انه الفيزا تبعتهم سهلة لدولة قطر، وموضوع الباعة او البيع او الكاستمر سيرفيس مطلوب بشكل كثير كبير، فبسهولة. بس حاول او حاولي، ما بعرف، اولاف ايمين، ما بعرف، حاول او حاولي انه تتواصل مع الاماكن اللي انت بتشتغل فيها. يعني المجوهرات، في عندنا سوق كامل اسمه سوق الذهب، فانت بتقدر تدخل على جوجل، تكتب على جوجل شو هي المحلات، تتواصل معهم وتحاول ان شاء الله انه يكون لك نصيب. من فضلك، هل هناك وظائف لا تحتاج الانجليزية بمستوى عالي؟ لا، هبدأ اعيد السؤال، دقيقة، هذا لازم اعيده. من فضلك، هل هناك وظائف لا تحتاج الانجليزية بمستوى عالي؟ لانه هو العائق الوحيد حسب ما قرأت. ما راح ازعل من السؤال، لانه هاد كل الناس بتحاول تساله، كل الناس تحاول تعرف عنه. اول شيء، احضر الفيديوهات اللي انا حكيت عنها عن اللغه الانجليزيه الموجوده على الشانل اللي قبل هيك. فياريت دائما اعمل لايك وشير، اعمل سبسكرايب للشانل، اعمل انيبل نوتيفيكيشن بليز عشان تحضر كل الفيديوهات، مش بس تحضر اللي بيطلع قدامك على اليوتيوب هوم بيج. الشغله الثانيه، انا كثير حكيت عن هذا الموضوع، اللغه الانجليزيه غير مهم اتقانها، ليس مهم اتقانها، مش ضروري تتقنها 100%. حط في بالك انه انت اذا بتقدر توصل معلومتك في اللغة الانجليزية، فانت هذا is more than enough. رؤساء دول قاعدين يكونوا ما بعرف يحكوا انجليزي، او بخبصوا بالانجليزي امورهم تمام، الكل بضحك عليهم اوكي، بس at the end of the day هم رئيس دولة، اكثر منك انت تكون رئيس جمهورية او تكون رئيس دولة او تكون، يعني فش اعلى من هذا البوزيشن، يعني انتهى الموضوع. هذا فكرة في الموضوع، انه هل الانجليزية مهمة؟ يس. هل اتقان اللغة الانجليزية مهم؟ نو. هل الانجليزية مهمة؟ يس. هل الاكسنت للغة الانجليزية مهمة؟ لا. يعني انت اي اكسنت؟ طيب هل انا لازم اتعلم بريتش، ولا اتعلم يو اس، ولا اتعلم اللهجة من اللهجات الموجودة في اليو اس، ولا لهجة من اللهجات لا، ما في عندك اي سبب انك انت تعرف تحكي انجليش 100% غير انه انت حابب انك انت تكون تعرف انجليش 100% وتكون سفاح في الانجليش 100% والاكسنت تبعك سفاحة 100%. اذا المهنة اللي انت رايح عليها تتطلب انه تكون متقن للانجليش 100%، زي معلم لغة انجليزية لازم تكون تعرف انجليزي 100%، زي مثلا واحد مثلا سبيكر، او خليني احكي واجهة لشركة معينة وهو لازم يدخل على المؤتمرات ويحكي في المؤتمرات، سو يس لازم يكون متقن للانجليش بطريقة كثير منيحة عشان منظره وعشان شكله قدام الناس. لكن
كمهندس عندنا ناس بتعك الانجليش في الهندسه بشكل انت ما ممكن تتخيله، وماخذ بوزيشنز كبيره في الشركه، لانه انا ما بهمني انك انت تكون سفاح باللغه الانجليزيه، انا بهمني انك تكون سفاح في التخصص، تكون تقدر توصل المعلومه اللي عندك اياها. عندنا ناس في الانجليش ما بيعرفوا انجليش اساسا، يعني في التيم اللي خليني احكي اللي تحتنا ما بيعرف انجليش تماما. تيجي يعني واحد معانا من الهند كان ما بعرف انجليش بالمره، ما بعرفها لا يسمعها ولا يفهمها ولا يحكيها ولا يوصل معلومته، ما بعرف ولا ايش من هذا الحكي. كنا نحكي للي جنبه ايش بدنا، هو يترجم له، وهو يرجع هذا يحكي للي جنبه ايش بده وهو يترجم لنا بهذه الطريقه. ففي مرات انت حتى الانجليش ما بدك اياه بالمره، سبيشلي انك انت في بلد عربي، يعني مش مطلوب انك انت تكون سفاح لغه انجليزيه. ديل اتقن انك انت توصل معلومتك. انا I can teach English. I could teach English. I may teach English. ما حدا عم بتبع عليك هون كيف انت عم تبني الجملة تبعك. المهم انك انت وصلت انه بقدر على الانجليزي. مثلا I can do the job. I handled the job. I could do the job. I will do the job. I don't have any problem to do a job. Whatever. يعني الاكسنت تبعي انا مش سفاح يعني at the end of the day. بس انا بعرف اوصل المعلومة اللي انا بدي اياها بطريقة كثير منيحة الحمد لله. فانت اقدر اوصل معلومتك. انا استفزني هذا السؤال لانه كثير بنسأل. Let's go للسؤال اللي بعده. السلام عليكم، انا اعمل في مجال صيد الاسماك والسفن، هل من فرص وشكرا في المينا. انا امام مسجد، يوجد عمل في هذا المجال على الاوقاف. اخي انا لاعب كره قدم وانا الان في قطر، الى اين اذهب؟ اسباير، وزاره الشباب، الانديه الرياضيه زي نادي السد، نادي الحيل، and whatsoever. أخي هل شرط العمل يجب أن يكون هناك خبرة، واللي ما معه خبرة بيقدر يلاقي شغل؟ الشرط عشان تصير فرصتك أحسن أنه يكون عندك خبرة، لكن هل اللي ما عنده خبرة بيقدر يلاقي شغل؟ يس، بس الراتب بيكون أقل، بوزيشنز بتكون أقل، فترة تجربة بتكون أكبر، النظر عليك بيكون أكبر، مسؤوليتك عشان تثبت حالك بتكون أكبر. أشكرك أخي، ممكن أتصل بك؟ لدي بعض الأسئلة عن العيش في قطر. الله يبارك فيك، أرسل لي الرقم لو تكرمت. لن أخذ من وقتك إلا القليل إن شاء الله. أعيش في السويد منذ 20 سنة والأولاد كبروا، وأريد العيش في بلد مسلم، أريد مساعدة من أخ كريم مثلك، بعض المعلومات فقط. أي حدا بده أي معلومة شباب ابعث لي، فيسبوك، إنستغرام، رقم موجود في كل مكان على السوشيال ميديا، سوري، تقدر تبعث لي واتساب، فأنا ما راح أتأخر أحدا. بس الفكرة في الموضوع انه انا مرات بكون انشغلت، بكون في محاضره، بكون في الشغل، بكون في ميتنج، بكون نايم، فما تتخيل انه انت اول ما تبعت انا راح ارد. فبليز اللي بتاخر عليه بالرد ما يزعل. يعني مره واحد بعت لي مسج رديت عليه ثاني يوم، او يمكن انا ما رديت عليه فرجع بعت لي انا راح الغي اشتراكي في القناه لانك انت ما رديت. شباب اللي عنده مشكله في ان انا بتاخر في الرد وهذا الموضوع بالنسبه له حساس، فيل فري انك انت اذا حاب تعمل انسبسكرايب، هذا ايش بيزعلني، بس توكل على الله، يعني انت ما تزعج حالك. بس انا بحاول ارد على الكل في الاوقات اللي انا بقدر ارد فيها على الكل، واعرف انه انا اليوتيوب مش ماي فول تايم جوب، يعني انا بعمله بس للمساعده، وبعمله لان انا بحب اعمل فيديوز، بحب اني اقعد واحكي واعطي محاضرات. سو بليز اللي بيبعت يصبر. اهلا فيك اخي، ارجو التواصل على احد المواقع. اوكي هذا لا، هذا اللي رديت عليه. طيب واحد حط كومنت عندي سؤال، اوكي الله يخلي لك اياه. اللي بعده، اخي الكريم او اشكرك اخي، ممكن اتصل بك؟ يس، لدي بعض اسئله بلا بلا بلا. فبعت يس اكيد. كيف وضع اليمنيين في قطر؟ مليانين عفق. ما عندي بكالوريوس لكن اتحدث الانجليزيه بطلاقه ممتازه جدا، في امل؟ يس في امل، بس بالمهن اللي ما بدها شهاده، يعني اكيد ما راح تقدر تشتغل في المهن الهندسيه مثلا، او المهن الطبيه، او المهن الصيدلانيه، او وات ايفر. راح تشتغل مثلا في المحلات وفي المطاعم وفي يمكن في الاوتيلات في الكافيهات، يعني بتقدر. حول الاجواء في قطر، انا هذا ما فهمته، بس اذا بتقدر ترجع تبعت السؤال مره ثانيه. اجل، واحد حط اجل، هذا ما ابحث عنه. جريت، هذا اللي انا بدي اياه اصلا، بدي احط المعلومات اللي بتدور عليها. منين تقديم أقدم على قطر؟ بلش من الشركات والوزارات، بلش ابعت للشركات وابعت للوزارات، فبيرجع هم بيحكوا معك. أنا بقطر وعندي خبرة كبيرة مجال المقاولات، 25 سنة، واشتغلت سوبرفايزر، اشتغلت جنرال فورمان في شركات عدة، والآن أدور شغل من فترة وللأسف إلى الآن لم أجد. من فترة لو تقدر تساعد جزاك الله خير، عندي رخصة قيادة. المشكلة أنا ما بقدر أعطي حدا وظيفة، لكن بحكي لك شو تسوي. الفكرة أنه أنا بعتذر كثير للناس اللي عندهم خبرات هائلة في المجالات اللي ما فيها بالآخر توصل لمرحلة إكسبرت أو استشاري.
يعني اللي المهندس بوصل لمرحله انه خلاص هذا مستشار او مدير او وات ايفر، فبيقدر يضل يلاقي شغل لما يكبر. الناس اللي انا بعتذر لهم، الناس اللي عندهم شغل لكن مثلا سوبرفايزر او فورمان او وات ايفر، بيحاولوا يدوروا على ناس عادي خبره سنتين ثلاث اربعه، صغار من دول رواتبهم قليله، لانه هو يعني at the end of the day ما بهمه انه الا انه يكون موجود ويلاقي يدور يدير الشغل يعني، بس ما في مثلا شيء معين هو بده اياه في هذا الشخص. فحاول قدم على كل شركات المقاولات وان شاء الله الله يوفقك. هل يوجد عمل في مجال الدهانات والديكور؟ سؤال كثير جنريك يعني، اكيد ما دام في مباني فاكيد في دهانات، وما دام في مباني عم تنبنى فاكيد في ديكورات، بس سؤال كثير جنريك ما بقدر اجاوبه. ريد عمل في قطر، الله يوفقك. حكينا مليون مره يعني ليش حدا بده يقرا هذا الكومنت ويساعدك؟ يعني بليز احكي شو مقوماتك، شو مقدراتك، ايش تقدر تسوي ايش ما بتقدر تسوي، عشان اللي بده يحكي معك يعني اللي بده يطلع يعني يريد عمل في قطر ما حدا راح يطلع هذا الكومنت. واحد حط بوست رقم اوكي حرف السؤال كمان او سؤالين ونوقف هذا الفيديو. اخي ابني يريد شغل مثلا حارس امن لانه هو الوحيد اللي عيل الاسره لكنه يحب الذهاب للخليج، احنا من المغرب، ما في اي سبب انه حدا يقدر يساعد او يحب يساعد في هذا الكومنت، او ما حد راح يحب يساعد اصلا يا شباب، ما حد راح يحب يساعد في الوظيفه اصلا. اذا انت مش شخص يستحق الوظيفه ما حد راح يحكي معك، لانه بده يدفع لك راتب فبده مقابل خدمه. هلا ابني يريد شغل مثلا حارس امن، هل هو اشتغل قبل هيك حارس امن؟ هلا اللي عنده خبره في الموضوع اكيد عنده مجال او فرصه اكبر. هلا الشغله الثانيه، حارس امن بدك تحكي يعني المشكله انك انت بدك تحكي مع شركات توظيف لهذه الوظيفه تحديدا، او تحكي مع الشركات اللي بتزود هذه الخدمه كسكيورتي بيبل او وات ايفر. اما تحكي مع المشكله شركات او عمارات او وات ايفر ما حدا راح يرجعك، فانت بدك تحاول تلاقي شركات اللي بتشتغل في هذا المجال تحديدا. جامعه الزيتون الاردنيه معتمده في قطر او لا؟ بصراحة أنا لازم أشيك على هذا الموضوع، لكن أنا أتوقع وأعتقد جازما أنه يس هي جامعة الزيتونة هي جامعة معتمدة. ليش؟ لأنه أنا معاي شباب في دولة قطر بيشتغلوا وكانوا من جامعة الزيتونة الخاصة أو جامعة الزيتونة الأردنية. فخلينا أشيك هذا الموضوع إن شاء الله، بحكي في فيديو منفصل إيش الجامعات اللي معتمدة أو لا. لهون خليني أوقف لأنه الفيديو صار كثير طويل. إن شاء الله في الفيديو الجاي راح أعمل أحاول أجاوب كمان على أسئلة أكثر من هذه الفيديوهات، واللي عنده أسئلة يحط لي كمان أسئلة في الكومنتس، بس حاولوا بليز الأسئلة تكون سبيسيفيك أكثر عشان أقدر أجاوب بطريقة سبيسيفيك أكثر. إيش الإشي اللي بهمك أنت كشخص عم بحضر الفيديو؟ إيش الإشي اللي أنت بدك إياه؟ ما حدا يحط لي بدي شغل في دولة قطر، ما راح أعطيك شغل في دولة قطر بليز. أنا راح أحكي لك كيف تقدر توصل للشغل في دولة قطر، وأنت عليك تحاول وتقدر توصل. اعمل لايك، اعمل شير بليز، اعمل انيبل نوتيفيكيشن بيلز، اعمل سبسكرايب للشانل لحتى توصل للشانل اكبر عدد ممكن، لانه هذا بيساعد الشانل انها تنتشر. الناس اللي ممكن تستفيد من الفيديو بعت لهم هذا الفيديو. اذا عندك اي اسئله او اذا في عندك كومنتس انك ممكن تساعدنا بهذا الموضوع، فبليز حطها في الكومنتس واحكوا لي ايش الاشياء اللي بتواجهكم للناس اللي حاولوا يوصلوا لدوله قطر، وايش الناس اللي مخوفتكم للناس اللي ما حاولوا يوصلوا لدوله قطر. شكرا لكم، بشوفكم فيديو جديد ونو مور جديده، وثانك يو ومع السلامه.